قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. متابعي قناة القيامة، يستجد لقاءنا معكم وحلقة جديدة مميزة من برنامج مسيرتي مع الرب. ضيفنا الأب دانيال الصباغ، أحد خدام كنيسة ماري يوحنا المعمدان للسريان الكاثوليك الحمدانية بغداد. يا أهلا وسهلا بأبونا دانيال الصباغ. أهلا وسهلا بكم أحبتنا قناة القيامة. بالمحبة دائما نجتمع، بالمحبة دائما نعطي بال الفرح والسلام والطمانينة حتى نسير مسيرة مع الرب. ممنونين أبونا لقبول دعوتنا. اليوم نريد نعرف جمهورنا بشخص الأب دانيال الصباغ، الخدمة الحالية، الدعوة، أفكار أبونا، وأيضا اتجاهه على أي شيء يركز أكثر شيء بالخدمة. فمتابعي قناة القيامة، الأب دانيال الصباغ الرسامة الكهنوتية بالنسبة لحضرته كانت يوم 12 من شهر التاسع أيلول لعام 2013 على يد سيادة المطران ماريو حنا بطرس موشي. كانت الرسامة في كنيسة الطاهرة الكبرى بغداد. إذن من عام 2013 لحد الآن ما شاء الله سنين عديدة أبونا، خدمة مباركة، وإن شاء الله من إنجاز لإنجاز أكثر وأكثر في كرمة الرب. كلك زو أكيد. الخدمة مع الرب تحتاج دائما فعل حب كبير، وتحتاج أيضا تكرس أبدي يوما بعد يوم من خلال التجدد بالصلاة، وكذلك بالتفاعل مع نعمة الروح القدس في حياتنا حتى نغدو تلاميذ ورسل سلام في قلب هذا العالم المجروح. آمين يا رب. آمين. نوضح لجمهور قناة القيامة، أبونا دانيال حاليا أنت تتكلم ويانا بعض الكلمات بالفصحى، بعضها يمكن بالمصلاوي أو بالبغدادي خلينا نقول، وأيضا تدخل بعض المفردات اللهجة اللبنانية. ما هو السبب؟ كثرة التنقلات الموجودة في حياتي. طبع أبونا دانيال ما يحب يظل في مكان واحد، دائما يتنقل حتى يعطي بذرة الحب في قلب كل إنسان. والرعية دائما تحتاج تجدد. الكاهن إذا ظل في رعية واحدة راح يتعب، ويحتاج أيضا علاقة حب مع الآخرين والأهم مع يسوع حتى يجدد العهد معانه ويعطي من طاقته للآخرين. فهذا الأمر بحد ذاته يحتاج نحن دائما أنه انتقال، وهي رسالتنا في الحياة. إذا أكو طاعة، إذا أكو بشارة، إذا أكو رسالة. نعم. إذا تنقل الخادم الكاهن من رعية إلى أخرى بين فترة وأخرى، هذا الشيء يبني بشخصه أمور مختلفة. أكيد. هي بالفائدة هذا إلى إيجابية أم سلبية؟ بالعكس، الغنى هو بحد ذاته يجي وقت ما أنت فعلا تقدر تعطي عطايا حسنة. نعم. ما بس أهم نقطة أساسية بالانتقال أكو شهادة حب. إذا ما أكو شهادة حب نابع من قلبك من حياتك مع المسيح، معناته أنه نحن أيضا نحتاج قوة جديدة تتغلغل في داخلنا، أسميها نعمة في حياتنا، حتى أقدر أنا أعطي من ذاتي بكل فرح وبكل سلام.
كوجهة إذا رأيت نظر تحتاج أبونا كاهل. دانيال، نعم آسف نعم على المقاطعة، ولكن ما تعتقد أبونا لمن الإنسان تيخدم في مكان معين حتى الرعية ما تعودت عليه على طباعه، هو تعود على طباعهم، من يتحول إلى مكان آخر يحتاج أيضا وقت حتى ما يصير انسجام بين الخادم والرعية؟ أكيد هو يحتاج انسجام، بس أرجع أقول أكد على نقطة أساسية. نعم. كأبونا دانيال خلال شهر شهرين ينسجم بسرعة. آمين يا رب. إذن يحتاج من الكاهن مثل ما يقول مرفوض جاهد الجهاد الحسن بقوتك، بمحبتك، بتفاعلك، بثباتك في دعوتك وقدرتك أنه أنت فعلا توصل هاي الرسالة، رسالة المسيح اللي بداخلك إلى الرعية بسرعة، من خلال زياراتك، من خلال توزيع القربان، من خلال الأفخارستية، من خلال إقامة ساعات السجود والنشاطات التقوية. كل هاي عوامل تنزل في كرم الله، بس إذا أنت مبتعد أكيد راح تحس أنه أكو برود، تكون تحس أيضا أكو يبوسة في حياتك الروحية، والآخرين ما حيستفادوا من عندك. إذا روح الخدمة تنبع من داخلك أنت ومدى علاقتك مع الله. آمين يا رب. هون النقطة الأساسية. من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 4:1-6 يقول الكتاب: أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسدا واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. قبل اللقاء تكلمنا ويا أبونا دانيال الصباغ متابعي قناة القيامة، قال أنا يمي صفة التواضع والوداعة مهمة جدا، نتمنى تحكينا على مفهوم التواضع والوداعة بالنسبة لحضرتك أبونا وشون تعيشها، وهل هي من السمات الأساسية لجذب أبنائنا إلى الكنيسة؟ أكيد هو عامل مهم في حياتنا، وهذا شيء جوهري في علاقة الكاهن مع الرعية. وقبل ما تكون علاقته مع الرعية لازم تكون أيضا علاقته مع نفسه، أكو مصالحة، أكو لغة تفاهم بينه وبين ذاته من خلال فحص الضمير اليومي، حتى يساعد نفسه ويساعد الآخرين حتى يشهد بالتواضع. مو كلمة أنا أقولها، بقدر ما أنه أنت تتنازل وتنزل للمجتمع وتعرف حاجات الآخر. كثير من الأحيان تأتينا اتصالات وكثير ناس تحتاج كلمة الله، تحتاج عطش، تحتاج زيارة، تحتاج فعل حب. في بعض الأحيان كثير من الكهنة نشوفهم أنه هو متلبس باللامبالاة، ما عنده ذيك الصفة نقدر نقولها أنه كي يقدم ذاته. الإنسان اللي يقدم ذاته هو إنسان معطاء، يحتاج دائما أنه يعيش نعمة الله مع الآخرين من خلال فعل التواضع. والتواضع يجي وقت ما أنت فعلا متحد مع كلمة الله، يعني ما تروح أنت على مكان معين أو شخص معين فقط أنه أنت تكون قريب من عنده، لا، ضروري أنه نحن نعيش التغير في علاقتنا معانه ونساعده أنه يتغير نحو الأحسن. هاي دعوتك. التواضع تعطيها بشهادة حب آمنة وأمينة في قلب مجتمعك. هون الشيء الأساسي لازم أحكي بينه أنه أنت وقت ما تكون متواضع فعلا الآخرين يأخذون من عندك صفة، ومن جهة أيضا يقومون يقلدون هذا الشخص بتواضعه ويشوفون عندك هذا التواضع ويتعلمون من عندك، خاصة الأشخاص اللي هم مقدمين على دعوة معينة في حياتهم.
آمين يا رب. فعلا أبونا الرب يسوع يقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. نعم، فالتواضع هو تنازل، بس أشنو؟ تنازل بثقة، بشجاعة، بجرأة، بجرأة البشارة. آمين يا رب. حاليا متابعي قناة القيامة، أبونا دانيال تيخدم بكنيسة مار يوحنا المعمدان للسريان الكاثوليك في الحمدانية بغداد. الخدمة الحالية أبونا، نتمنى تحكينا شوية على هالخدمة. هل يوجد كاهن آخر مع حضرتك تتخدمون بنفس الكنيسة؟ النشاطات المقدمة لأبنائنا بكنيسة مار يوحنا المعمدان. نعم، نحن قبل تقريبا 3 أشهر تعيننا تعيين جديد، كنت قابل في كنيسة أخرى اللي هي كنيسة مار فرام السريان الكاثوليك. حاليا أنا في كنيسة مار يوحنا المعمدان بغداد، صار 3 أشهر مع الأب الخوروسكوف سالم عطا الله، هو المسؤول على الكنيسة. حاليا أنا كاهن مساعد فيما يخص النشاطات الموجودة في داخل الكنيسة. حاليا أنا مرشد للشبيبة مار يوحنا، مسؤول أيضا عن الدعوات الموجودة في كنيسة مار يوحنا كمرشد، وكذلك الأخويات، أخوية مار بولس العمل الرسولي أيضا مرشد مالتها. كلها النشاطات إضافة إلى توزيع القربان للإفخارستية، وأيضا إقامات ساعة السجود في الكنيسة كل يوم خميس بداية الشهر. لاحظت شيء واحد، أنه الكل عطشان. آمين. الكل عطشان إلى كلمة تعزية، إلى كلمة الله. الكل عطشان أنه واحد يكون قريب من عندهم، يكون يصغي اللهم إلى وجعهم، إلى ألمهم. خاصة نحن مرينا بفاجعة كبيرة عرفتم بها، عرس بغداد اللي راح ضحيته 135-133 شخص. كل هاي الأمور نحتاج نحن دائما نطلع من أزماتنا، لكن بكلمة الله. وأرجع إلى مفهوم الوداعة في حياة الكاهن، حتى يكون مسؤول على أي نشاط، علينا أن يكون أيضا ملم، ملم وعنده تلك الثقافة أنه يقدر يكون ليدرشيب، قيادي بفهمه، بأسلوبه، بتنشئته، بمواقفه، بإمكانياته، بطرح الأفكار، بالأسلوب اللي يقدم المحاضرات واللقاءات، وكذلك أيضا بأسلوبه بطرح الوعظات. هون نحتاج فعلا كاهن متمكن، عنده ذاك النضوج، عنده تلك الرؤية العميقة في قلب رعيته، إيش هي حاجاته، كيف هو كيبني الآخر. وكل هاي الأمور ما تجي اعتباطيا إذا ما الأمور تكون مدروسة. كل إنسان من يبني يحتاج يبني على خريطة معينة، كذلك الكاهن إذا ما عنده أساس، وإذا ما ينبني الأساس على صخر قوي، وحتجي العواصف وتهد كل الأمور اللي بناها. إذا نحتاج فعلا بتنشئتنا ونشاطاتنا وبرامجنا نقطة أساسية، فعل حب بين قوسين أقدر أسمينه مجاني. آمين يا رب. من النشاطات الموجودة بالكنيسة أبونا ما هي؟ إذا كانت شبيبة، أخويات، جوقة. نعم، الجوقة أيضا، جوقة شمس الإيمان حاليا موجود بالكنيسة، حاليا أنا المرشد مالتها. قبل العيد الكريسماس عملنا لهم رياضات روحية 2 بطلبهم. طبعا البرنامج كان ملم، كانوا بحاجة لهو، خاصة أن أنا أرجع وأكرر فاجعة بغداد، كانوا منهم الأشخاص رفضوا يجون على الرياضة الروحية من الشباب. لا، أنا أصريت يجون لأن كان أكو برنامج صلاة معاد مسبقا لهم شخصيا، فكان أكو فعلا أكو سبب تعزية لحياتهم. وشفناه أيضا في أدوارهم فيما بعد، أنه كانوا يجون على التدريب على الترنينج فيما يخص الجوكة، والتزاما بالنشاطات الموجودة في داخل الكنيسة. وكان أيضا أكو شوق، هذا الشيء بحد ذاته كان يحتاجونه، إضافة للنشاطات الموجودة أيضا، لجنة النظافة الموجودة، لجنة الخدمة كانت موجودة في الكنيسة أيضا، أنا مسؤول عليا، عن تابع، عن زور، عن اهتم. بس الشيء اللي عاد أشوفه نحتاج كثير همة، قوة حب، متابعة، وكذلك
شجاعة حتى نساعد الآخرين. شجاعة الإيمان تتطلب مثل ما نقرأها بالكتاب المقدس، البار بالإيمان يحيا. إذن الأمر هذا بحد ذاته ما يجي اعتباطيا إذا ما الكاهن فعلا مثل ما نقول يد الله على الأرض. آمين آمين يا ربي. هل خدماتك فقط محصورة في كنيسة مار يوحنا المعمدان للسريان الكاثوليك حاليا أبونا؟ حاليا هي مقتصرة على كنيسة مار يوحنا، بس إذا في بعض الأحيان أكو أخويات يطلبون محاضرات، نعم، رهبنات يطلبون رياضات روحية أو أمسية الصلاة أو ساعة سجود في غير كنائس، أنا أكيد موجود. على الصوم حاليا أنا أكو رياضات روحية ثنتين، بعد ما بدينا الصوم أكو رياضات روحية ثنتين، محاضرات أيضا في شبيبة غير بك يعني شبيبة أخرى نعطي محاضرة قريبا عن مفاعل الصوم في حياتنا الإيمانية. نعم. وأيضا نشاطات في داخل الكنيسة، أعمل بعد فترة محاضرات، إذا مشيت الأمور بفرح وبسلام ما هنقدر نعمل شيء يخص الجامعيين. بما أنه حضرتك تقدم محاضرات في الكنيسة أو بغداد بشكل عام، مشارك نعم. مع صوت السلام من بغداد، لأن هالمحطة موجودة يمكن. نعم، طلبوا قبل فترة من عندي، قدمت انترفيو مقابلة معهم فيما يخص العلاقات الاجتماعية وضعف العلاقة الاجتماعية بين الأفراد في داخل العائلة، لأن أنا توجهي أكثر شيء هو رعوي، يعني أكثر شيء أشتغل على العائلة خاصة بالوعظات، أنا أغلبيتها أكرسها على العائلة. نعم. خاصة فيما يخص الزيارات الرعوية أهتم بموضوع العائلة والبعد الإيماني في داخل العائلة. كان هذا النشاط قبل عدة أشهر في إذاعة صوت السلام، وأيضا إضافة لهذا الأمر كان يكون نشاطات أخرى في مؤتمرات وأيضا منظمات أعطي محاضرات وكذلك مؤتمرات خارج بغداد إن كان في أربيل أو في الموصل. أيضا تنطي محاضرات للمخطوبين فترة الخطوبة أبونا؟ قبل سنتين تقريبا كان عندي سيكولوجي العلاقة الزوجية، أعطي محاضرات لأن أنا كاختصاص سيكولوجي، أعطي محاضرات نفسية عن العلاقة الزوجية، وكنا دائما نتابعهم، وهذا الشيء كان جوهري بالنسبة لنا أنه نتابعهم قبل الزواج وبعد الزواج. نعم. هذا أمر جدا مهم نفسيا وفكريا وأيضا فيما يخص البعد الاجتماعي كنا نهتم به هذا الموضوع، يحتاج كثير صراحة شبابنا، هو يحتاج وعي، يحتاج نضوج، يحتاج متابعة، يحتاج أيضا هدف في حياته. مرات نحن هدفنا نضيعه نتيجة اهتمامنا بالأمور المادية، فضروري نحن نكرس حالنا حتى نقدم شيء مميز لشبابنا وصبايانا. شبابنا وصبايانا يحتاجون فعلا كاهن يتمثلون بينه بفكره بأسلوبه ويتعلموا من عنده الدروس الحياتية. آمين يا رب. بما أنه آمين. عندك احتكاك مع المخطوبين مع المتزوجين أيضا، تهتم بالعائلة. نعم. فحسب نعم. علمك أبنانا يعرفون مهامهم واحد للثاني، خاصة حسب الكتاب المقدس يذكر دور الرجل ودور المرأة لمن يقتبلون سر الزواج. إحدى الآيات من كولوسي 3:18-19 يقول الكتاب أيتها النساء أخضعن لرجالكن كما يليق في الرب، أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساط عليهن. فهالأمور إذا عندهم إدراك كل واحد ومهامه، أعتقد العائلة تكون شوية أقوى مبنية على صخرة. أكيد. أبونا أكيد أكيد، بس المسألة هي حاليا مجتمعنا يحتاج تربية مسيحية، صلاة في داخل العائلة، توجيه كلمة أيضا أو منتدى العائلة يعطيها أهمية لحياتهم، حضوره على الكنيسة أيضا الأفخارستية والمشاركة بالذبيحة الإلهية يوعي فيهم روح الإيمان. كل هالبصيرة هاي ما تجي هكذا إذا ما فعلا عندهم هم قبول الكلمة. نعم. نلاحظ كثير من العوائل
يجون على الكنيسة هم أولادهم، هذا شيء مفرح، بس أكو منهم ما عنده هذا التوجه الكنسي أنه بطل، أنه أش رح تعطيني الكنيسة، صار فكره نقدر نقول ماتيريال مادي. نعم. هذا الأمر بحد ذاته يبعد الناس وعشكك الآخرين في حياتهم الإيمانية، وعيبعدهم عن درب الكنيسة ودرب الله. فلهذا نحن نشوف في بعض الأحيان أكو فتور بالعلاقة الزوجية، أكو تفكك بالحياة الزوجية، أكو عدم وعي كيفية إقامة العلاقة المبنية على الشراكة والمحبة والأمانة في داخل العائلة الواحدة. كل هاي العوامل تخلينا نحن نقف أمام نقطة، كل هذا حصل ليش؟ سببه جوهري أنه نحن ابتعدنا عن المركز اللي هو يسوع المسيح. مثل هالشكل مشكلة أبونا، نعم. شون تقدر تجذب هالشكل رجل وامرأة للكنيسة، تنطيهم الوعي، تشوفهم أنه فرح عائلتهم، فرح علاقتهم الزوجية يبدي كل ما يعرفون الكتاب المقدس، كل ما يقتربون من الكنيسة. أي يعني ضروري أنه نعمل أنجلة جديدة على قول الباب القديس يوحنا بوص الثاني، أنه الكنيسة تتوجه على البيوت، على الأسرة، وتعملهم برامج سهرات إنجيلية في داخل العائلة، تتابعهم فكريا وذهنيا وإيمانيا أيضا، ونوصلنا في علاقتنا مع الله، زيارات ميدانية أيضا، هذا أمر يشجع الكاهن أنه يكون قريب من عندهم، أيضا إيصال رسالة من خلال الوعظة، نحن وين من كلمة الله اليوم. كل هاي العوامل تخلينا فعلا نكون ثابتين في علاقتنا ونثبت أركان الأسرة. وظيفة الأسرة هي مهمة اليوم في مجتمعنا، وعنشوف نحن بالخارج أشقد هي مغيبة دور العائلة، وما بقى ينطون أهمية لدور العائلة في داخل المجتمع الأوروبي. هذا كل عوامل حتى ننقل من عندهم حتى تتحول عندنا بالشرق الأوسط. فهي عوامل سلبية نعتبرها أكيد. نحن مجتمعنا الشرقي ما يقبل هذا الشيء، بس أكو شيء اسمه أساسي تقليد، نحن نقلد الشيء الغربي اللي هو السلبي وما نأخذ جانب الإيجابي. إذا نحتاج عمق، نحتاج حكمة، نحتاج إدراك لحياتنا الإيمانية، مو فقط أنه أنا إنسان معمد، إنسان معمد أكو مسؤوليات. بالمعمودية أنت اشتركت بموت وقيامة الرب يسوع. آمين يا رب. آمين. من الكتاب المقدس يقول: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. حاليا في كنيسة مار يوحنا المعمدان للسريان الكاثوليك يوجد مركز الدعوات للسريان. نعم. حضرتك المرشد الروحي إلهم أبونا. حكينا على هذا الإرشاد، على دعوات أبنائنا حاليا، هل يوجد دعوات كثيرة؟ لأن قبل كانت الدعوات كثيرة. لا تنسى نسيت، ما فقط الكنائس الشرقية تعاني من الدعوات، أيضا الرهبانات والراهبات بصورة عامة، والأبريشيات بصورة عامة بالشرق الأوسط وبالعالم تعاني من أزمة دعوات، وأيضا مشكلة كبيرة. إذن السبب الأساسي هو صار فتور، صار ابتعاد، التهينا بالسوشيال ميديا وكل المغريات الموجودة بالعالم، وتركنا كلمة الله. نعم. الإنسان اللي يترك كلمة الله وين يتجه؟ نحو الظلمة، ابتعاد، انزواء في مكان معين، ما كيفكر كيف هو يمتلي من عنده، ترك إيمانه المسيحي، صار ما يعطينه شيء أساسي بحياته، ما كيحل بالسلام الداخلي. فكل هاي العوامل تخلينه مبتعد عن الدعوة. يسوع يقول تعال وانظر، ما أكيد. وقال أيضا بكان آخر: ما أنا ما أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. هالاختيار هذا وقت ما يجي بصوت معين، بموقف معين، بشخص معين، معناته نحن لازم أكون بين قوسين: إصغاء ونظافة قلب ونقاء قلب في حياتك حتى تعرف شلون تسمع وتستجيب وثم تقدم ذاتك.
إذن الدعوة للتكرس تحتاج فعلا قوة حب الله يسكن في داخلك، انفتاح على نعمة الله، وتجدد في العهد معانه. هذا ما يجي هكذا إذا ما أنا مملوء من عمل روح القدوس. ما؟ بس إذا أنا فارو إيمانية ما حقدر أعطي. ما؟ على سبيل المثال أبونا نعم. على سبيل المثال، هل يوجد مثلا إحدى دعوات يجوا يمك قال أبونا عندي دعوة أو أريد أجرب أريد أدخل يكون كمشمشم بالبداية، فحضرتك شون تستقبله أو شون تعرف أنه فعلا الدعوة مالته حقيقية؟ أحد الأشخاص حاليا هو طلب من عندي أنه أرافقه روحيا، هو أحد الطلاب مالنا بلبنان كيدرس. شاف هذا الشخص بي أنه أنا أقدر أساعده، شاف بالمحاضرات، التقى معي عدة لقاءات وبمحاضرات معي، شاف أنه أكو مثال أنه يقدر يستفاد من عنده من خبرته الروحية والإيمانية، وبعده بداية جديد، يعني بداية أول فلسفة، وبعده طالب الفلسفة بلبنان. وهذا شيء جوهري، نحن ضروري معناته أنه نحن وقت ما نكون في داخل الرعية نحن شهود، وهون الشهادة تتطلب من عندك تكون أمين حتى الآخرين يشوفون. هذا ما شفناه أيضا في أعمال الرسل، انظروا إليهم كيف يحبون بعضهم بعضا. آمين. إذا بالكاهن إذا ما عنده شهادة إيمانية الناس كوي تحس، ناس تشعر يشوف هذا الكاهن فعلا مملوء من عمل الله له، هذا فارو. فهوني نحتاج فعلا بالدعوة، وقد ما نلتقي معك كذا أشخاص نعرف شو نعطيهم شو نفكر بيهم، وأيضا أنا وحقرأ وتابع نفسي حتى أقدر أعطينه. كثير من الأشخاص يجونا أنا أبونا عندي صوت الله بداخلي بس ما يعرف يميز، وهوني دوري أنا ككاهن وكمرشد اللي هو أساعده حتى يقدر يميز. ما لي حق أنه أنا أعطي القرار، القرار هو قراره هو فقط. هوني بالإرشاد الروحي والإرشاد النفسي نساعدهم نتابعهم نسأل عنهم، لأن أكو مشكلة كبيرة. أنا إذا ما أساعدك وأسأل عنك راح تتعب، ما حتقدر تكمل مسيرتك. ما يسوع ما بحده وصل للنهاية، ما المسيحية ما انتشرت فقط عن طريق يسوع، مع منه؟ مع التلاميذ. ما واحد بشره إذا هو بشر الأمم كلها باسم الآب والابن والروح القدس. هو أيضا الكاهن هو مبشر في داخل رعيته بحضوره بالإماتة بالتجرد بالبساطة، ونرجع على نفس الكلمة اللي هي التواضع. آمين. هون الدعوة الأساسية نحتاجها فعلا ثبات وفعلا شجاعة أنه تقدم ذاتك أنت ككاهن. أكثر من الكاهن نشوف أكو برود، لا أنا ما يعني هو من طبعه من شخصيته من تصرفاته من السلوكيات، لا سوري أنا ما أجي هذا يم هذا الكاهن، ما عندي استعداد أنه يكون معانه. إذا نحن فقدنا قدسية العلاقة. قدسية العلاقة تكون وقت ما أنت فعلا قادر أنه تبني مو تهدم. هون مشكلة أساسية. آمين يا ربي. من سفر المزامير، نعم، بالتحديد مزمور 143 عدد 10، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستوية. الدعوة أبونا نتكلم عليها، فمتابعي قناة القيامة، ضيفنا الأب دانيال الصباغ بالأصل من مدينة الموصل. مصلاوي أبونا آخر واحد. نعم. آخر واحد على الموصل. لدينا أمل آخر واحد. أنه تجينا بعد دعوات أخرى من بيت الصباغ. نعم. الوالد نافع بهنام الصباغ، الوالدة سعاد النقار. هالعائلة ثمرتها 3 بنات و4 أولاد. أبونا دانيال عنده توأم اسمه أياد، وبالأصل أبونا دانيال اسمه زياد، يعني
الأخ نافع والأخت سعاد كان عندهم توأم آيات وزياد. أكو قصص كثيرة على هالموضوع أبونا، نتمنى نسمعها أحنا وجمهورنا. أكيد، أول شيء أشكرك أنه ذكرتيني بهذا الموضوع. فيما يخص العائلة، البابا الله يرحمه كان عامل متقاعد، الماما هي ربة بيت، بس يعني وصلوا ثقافة معينة يعني يقدرون يقرون ويكتبون هالأمور هاي كلها. أخوي الكبير هو كان بالسمينير مع عدمار يوحنا الحبيب، فكان عندنا حالة وفاة أنه أخوي الكبير، يعني أن الماما جابت 8 مو 7، فتوفى، والماما كثير حنوني وتحب أولادها وتحتضنهم كثير مثل الدجاجة تلم الصوص مالتها، فطلعته من السمينير بعمر يعني تقريبا 3 سنوات هو كنت دخل بالسمينير، فطلعته من السمينير لأن ما ظل شباب، ما ظل ولد. فهذا الأمر ما وقفت عنده السماء، أقول السماء، لأن بيوم من الأيام جت رؤية الماما أنه أنا هعطيكي توم، فواحد لكي واحد لنا. الموضوع ما كان سهل جدا، كان صعب في حياة الأم، ودائما كانت تذكره أمامي فقد ما دخلت بالسلك الكهنوتي. فأخذت من الماما حصتها من الولد اللي هو عياد التوم مالتي، أخوي التوم، والله أخذ أمر يعني الشخص الآخر اللي هو أنا اللي هو زياد. رسالة زياد كان صعب، لأن كان دائما أمي ليش ما تطلع من الكهنوت، أنا أريد دائما تكون تريد بيبيات وتريد يعني تتزوج وتكون عائلة. المسألة ما كان سهلة، لأن أول شيء أنا دخلت دعوة متأخرة، عمري كبير مو صغير، فكان أكون هيك جامعة ودراسات، ودخلت عسكرية وصار لك اختمار للدعوة، ما بسهولة تتراجع، ما بسهولة تترك. فظلينا ثابتين بالعهد مع الله. رسالة الكاهن هي تجربة كبيرة في حياته، تحتاج دائما صبر، تحتاج حكمة، تحتاج صمت كبير، تحتاج أيضا يوم بعد يوم صلاة حتى شجعه حتى يواصل مشواره. والأهم من ذلك أنه دائما يستند على العذرة في حياته، هي تعطينه التعزية، تعطينه الثبات، وتخلينه دائما يسير نحو الأمام مع ابن يسوع. آمين. فالدعوة هي جدا صعبة، جدا صعبة، تحتاج تكرس. ولآخر لحظة قبل ما تتوفى الوالدة ما كانت تحب أنه أنا أكمل رسالة الكهنوتية، بس مع ذلك مثل ما نقول لتكن مشيئتك يا رب. آمين يا رب. إذن عرفنا دور العائلة، ماذا عن دور الكنيسة؟ أيضا كنت قريب على الكنيسة أبونا، كنت أكيد أحد الناشطين بالكنيسة، هل كان أكو راعي الكنيسة حضرتك متأثر به؟ أكيد كان عندي بوقت من أحد كهنة يسوع الملك، هو الأب نعمان أوريدا، كنيسة مرتومة، كان هو المرشد الروحي مالتي. كنت بوقت أيضا كنت شخص فاعل ونشط في أخوية عذراء فاطمة بالموصل. كل هاي العوامل ساعدتنا أنه أيضا من خلال هاي الأخوية، من خلال الأبونا، شفت المثال الحي اللي أقدر أقتدي بينه بفكرنا بأسلوبنا بتعاطينا، وخاصة مع المسنين اللي كانوا نلمسهم بأوجاعهم، نساعدهم، نهتم بيهم، نزور بيوتهم، ننظف بيوتهم بحب وبفرح. كرسنا حالنا لهاي الفئة المجتمعية اللي هي تعرفون بوقت ذاك الوقت كان كلش تعبان الوضع في الموصل، ما حد كان يهتم، ما حد كان يسأل، ما حد كان يفكر. كل هاي الأمور نحن كنا يعني نكون قريبين من عندهم نساندهم. وأصعب موقف عشتون وقت ما أحد الأشخاص نظفنا البيت مالتهم، هي امرأة كبير يعني كبير مسنة، أبو يعني جد علي مسكت إيدي وباستها، من أنا حتى تبوس إيدي؟ ما
مهما فعلنا فنحن عبيد بطالون. فهذا الأمر بحد ذاته شجعني أنه أقدم ذاتي أكثر بثقة، بحب كبير، بمصداقية كثيرة، وباجتهاد كثير، لأن أنا أول شيء عمري كبير، ودراستي أيضا كانت جدا صعبة في لبنان من حيث التنشئة، من حيث الأمور كلها اللي هونك كانت موجودة، بس بنعمته دائما نسير بثقة كبيرة. قبل ما نروح إلى لبنان أبونا، لما انفتحت موضوع الدعوة مالتك بالموصل، ويا أي من الآباء فتحت هالموضوع؟ بوقتها كان أبونا بيوس عفاص هو اللي تعرفون تم السيستم الموجود بالأبرشيات، إنه وقت ما تقدم على الكهنوت عن طريق كاهن الرعية تزكية من كاهن الرعية للأبرشية المطرانية، بعدين يعمل يصير أكو انترفيو، أكو مقابلة بيني وبين المطران حتى نتحدث عن الموضوع شوية، يعني يصير حكي ليش شنو السبب، يعني يوضح الأمور أكثر المطران باللقاء معنا. فكان أبونا بيوس عمل تسكي، بعدين التقيت مع سيادة المطران مار باسيليو جورجيس القاسموسا، حاليا وزير الرسولي في استراليا. كان أكو من أول يوم، من أول لحظة في لقائي معانو، ما كانكو تخوف، كانكو ثقة، كانكو وعد، كانكو فرح حقيقي في الرسالة، وكانكو هدف أساسي في حياتي أنه أنا أكمل مسيرتي، يا إذا وافق على الكهنوت مشي تلبور، ما كان يوافق كان أنا حروح على درب آخر اللي هو الرهبنة. نعم يعني هذا فقال لي إياها الكلمة، قال لي إياها، صدمتك، عندك صدمة عاطفية، وكان يضحك. بس ما أنسى كلمته اللي دائما كان يقول لنا للكهنة، من كان هو مطران الأبرشية بوقتها، دائما نبحث عن كاهن بينه فرح. آمين. الرعية تحتاج إلى كاهن عنده يزرع الفرح، إذا تزرع الحزن وحيسوع يحزن عليك ويحزن على رعيتك. نعم. وهون دورنا كبير في داخل مجتمعنا حاليا، إذا ما متروس من نعمة الله، متروس من كلمة الله، ما حد يقدر تعطي الفرح الحقيقي. آمين يا رب. آمين. كملت أبونا سنتين فلسفة في دير مار أفرام الحمدانية بغدادة، 3 سنوات لاهوت في الكليريكية الباترياركية المارونية غزير لبنان. نعم. الاستفادة الروحية اللي استفادتها بهالإكليريكية في لبنان؟ غزير يعني تنشئتها جدا صعبة، يحتاج دائما قوة وصبر، وأيضا قدرة على التواصل معاهم بثقة، وأيضا تقدمين ذاتك. الشيء اللي شفتونه بالتنشئة بغزير هي قريبة على التنشئة اليسوعية، بفكرهم، بأسلوبهم، بتعاملهم، ما أقدر أقول قسوة بقدر ما أسميها، فعلا يبحثون عن كاهن أكو أساس بينه، أكو نضوج عنده، أكو هدف عنده، وخاصة أيضا في متابعتهم للامتحانات والدروس الموجودة بالجامعة اللي هي جامعة الروح القدس الكاثوليكية بلبنان. نعم. إذا التنشئة والرياضات الروحية والآباء اللي جون المرشدين، يعني أنا لي حد لما أنسى المطران يوسف درغام الله يرحمه، هو كان مطران أفريقيا والشرق الأوسط، كان وقت الأكل هو مطران، أو انتبهوا على النقطة اللي نعم. يسمعونا، هو وقت الأكل يجي علي على واحد من الطلاب، معلته فرير زياد أي وقت بدك نعمل لقاء معك، هو مطران. شوفي مدى الشهادة اللي يقدمها، هو مطران على مستوى عالي، وحتى من نلتقي معانه ما كان يفتح مواضيع، احكولي انت وضعك، حياتك، روحانيتك، تنشئتك، خصوصياتك، ايمانك، كل هاي الأنشطة المادك اللي عتعيشها انت، يدونها هو بالدفتر مالته، ويعمل معك ايضا لقاء اخر لما بعد. وهذا أيضا كان يشجعني، خاصة نحن هناك بغزير ما كان عندنا مرشد روحي واحد،
أنا عندي كان مرشد ثقافي ومرشد روحي. مرشد ثقافي يتابعك على كل البرزنتيشن مالتك، التقارير الموجودة تقدمها في داخل الكليريكية، على مطالعاتك، على ملخصاتك بالكتب، وهاي كله يجي بجدية من قبلهم. يعني ماكو شيء اسمه يعني فراغ وما فراغ. البرنامج من بداية السنة في داخل الكليريكية الغزير يطبع بلان، خطة، كتابة كبيرة وزعوا لك إياه، وكل يوم أش عندك نشاط لمدة السنة الدراسية كاملة. إذن التنشئة هون تجي تعطي أساس، تعطي قوة، وتعطي أيضا ثقة بالنفس أنه أنت تقدر تطلع تقدم ذاتك. بس أهم نقطة أساسية أنه أنت عندك شغف بالتوصل والاتحاد بالكلمة الله العلا. هون لبنان أعطتني قوة، ساعدوني كثير من الكهنة في إصدار البحوث والتقارير مالتي الموجودة هونك بالجامعة، وكان كنت تفوق صراحة بالجامعة، لأن ما يقبلون بغزير الطالب الكليريكي يطلع درجات قليلة. ما يقبلون، فدائما كنت تفوق، وهذا التفوق لمصلحتي أنا ككاهن، وكذلك فيما بعد مصلحة الرعية. نتكلم الآن على يوم الرسامة. ذكرت بداية اللقاء رسامة الكهنوتية للأب دانيال الصباخ، كانت يوم 12 من شهر 9 أيلول عام 2013 في كنيسة الطاهرة الكبرى بغداد على يد سيادة المطران ماري يوحنا بطرس موشي. ذكريات ذاك اليوم أبونا، من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية 2 يقول الكتاب: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ماذا تعني لك هالآية؟ أيضا اسمك بالأصل زياد الصباخ، غيرت إلى دانيال الصباخ، ما هو السبب؟ دانيال يعني بالكتاب المقدس الله يقضي، الله عادل، وكذلك دانيال كان يصفونه بأنه عنده نقدر نقول تنبؤ وتفسير الأحلام، وهذا الشيء موجود بشخصية الأب دانيال حاليا. وكذلك أكو مصداقية بيني وبين كل إنسان ألتقي بينه، وعندي هدف دائما أنا أحققه مع الكوادر مالتي والمؤسسات اللي أشتغل بيها، ما أنا أظهر لكن الآخر يظهر من خلالي. آمين. إذا من خلال بنائه، بناء شخصيته، متابعته، اهتمامي بينه أنا، تواصلي معانه، يشجع أنه يطلع يعني للمجتمع بأبهى صورة الله يريد بيها. وكثير من الأحيان يجون أشخاص: أبونا أنا ما أقدر أكتب مثلا صلاة، نقدر نقول ما أقدر أعبر عن مشاعري بصلاة. فدوري هنا أنا ككاهن، الكاهن هو شنو؟ هو رجل صلاة. إذا ما يعرف يعبر ويساعد الآخرين على الصلاة فصعب الموضوع، ما تمام؟ فهذا الأمر بحد ذاته نحتاج فعلا ثبات في الرسالة، وأنت الإنسان تبين إمكانياتك وطاقاتك من خلال قراءاتك ومطالعاتك الكتابية وصلواتك الخاصة. هون قوة الله تشتغل من خلالك، وحتى تساعد الآخرين أنه يبحثون عن السلام الداخلي. كثير من الأشخاص يجون: أبونا أنا ضيع، أنا تعبان، ما حد يسأل عني. دور الكاهن هو هون يفرح الأشخاص، يفرحون الأشخاص وقت ما أنه آخرين يكونون معاها بيصلون من أجلهم. قبل شوية قبل ما بلش باللقاء معاكم مع قناة القيامة، مشكورين أكيد، اتصل أحد الأشخاص: أبونا ممكن تصلي معي؟ أنا عدا أمر بأزمة معينة في حياتي. فما أقدر أقول له لا، قلت له أوكي ما نطول، لأن عندنا لقاء مع قناة القيامة. وفرح كثير أنه أنا كنت معه بالصلاة. هوني ما أنا أحيا بالمسيح يعي فيا، إذا أنا دائما أبحث عن مجد نفسي باطل أباطيل، ما المجد اللي هو دائما ليسوع المسيح. هوني تكمن قوة الله في داخلك أنت ككان، حتى شلون تعطي تعزي للآخرين بحضورك، بشهادتك، ببساطتك، بتواضعك،
برؤيتك العميقة للآخر. ما هون جوهر العلاقة؟ جوهر العلاقة مع الله أنت تقدم للآخرين بثقة. أما إذا نحن استسلمنا للعالم كله وأصبحت أموراتي أساس الكاهن، معناتها نحن هنشكك الآخرين وأيضا نقع. ما؟ أكيد. نعم. إذا الآن نتمنى تحكينا على يوم العرس، يوم الرسامة أبونا. نعم، كان مميز أكيد، كنت أعطره كثير. رسامتي كان 12/9/12 أيلول 2013. ما كان يوم عادي، فرحة كبيرة للعائلة، وأعطيته دائما من وقتي لهذه الرسامة، من خلال التحضير، من خلال التعب، من خلال الصلاة، وأيضا كان كل شيء جوهري قبل الرسامة هي الرياضة الروحية لمدة 3 أو 4 أيام في أحد الأديرة في الشمال. نعم. كل هذا ساعدني أنه تختمر هاي الخبرة الإيمانية لمدة 6 سنوات 7 سنوات دراسة وسنوات رعوية حتى أقدم ذاتي. الرسالة مع الله هي مغامرة حب. آمين. والرسامة هي تتكلل وقد ما أنت تعرف تقدم ذاتك بثقة وبحب كبير. إذا هون الدور الكاهن أنه يكون ابن الله من خلال استسلامه، وهذا الاستسلام يحتاج من عندك صلاة، مثل ما يقول القديس الطوباوي اللي قبل فترة عملنا له قديس شاردي فوكو: أبتي إني أسلم لك ذاتي. هاي رسالته. إذا أول خدمة كهنوتية لحضرتك وأنت ابن مدينة الموصل، هل كانت الخدمة بالموصل أبونا؟ إيه، أول سنة كانت مرتومة مع الأب بيوس عفاص. نعم. جزيل الاحترام لمدة سنة، بعدين صار السقوط من مدينة الموصل، تحولت لمدة سنة، كان اختبار حلو صراحة، كان أكون نشاطات كثيرة في داخل كنيسة مرتومة، من ضمن المحاضرات إعداد الرياضات الروحية، تنشئة الرعاية والعوائل كانوا موجودين، زيارة من العوائل، إقامة البرامج في الأديرة للرعية أيضا، يعني نطلع من رعية مرتومة وروح على أديرة نعمل أمسيات صلاة وتأملات هونك في داخل الأديرة. بعدين جاء موضوع داعش وتحولت أنا والعائلة أهلي على بحشيقة لمدة 3 أشهر تقريبا، 3 أشهر. نعم. كان أيضا هناك خبرة حلوة، ظلت 2 شهرين أنا أقدس بكنيسة مريم عذراء مع الأب الخروسقف رزق الله، شيء حلو يعني، خبرة حلوة. كنت أيضا أساعد بتوزيع المواد الغذائية هناك في داخل بحشيقة للعوائل اللي جو نزعوا. لا، مو مع الكاريتاس، مع اللجنة اللي موجودة بداخل الكنيسة. نعم. إيه. بعدين رجعنا على عينكاوا 25/8/2014، استلمت كنيسة مرتشموني، كنت معاهم بالكنيسة، وأيضا أخذنا مراكز، تعرفون وقت النزول كانكم مراكز، كل كان أخذوا مركز، أخذوا مدرسة، أخذوا قاعة. نعم. فأنا كنت مسؤول على قاعة مرحبا اللي موجودة بعينكاوا حاليا، كنت مؤتمن على 250 شخص لمدة 4 أشهر 5 أشهر تقريبا، تواصلت معهم يعني توفرين كافة الأمور المادية والشرب والأكل وكل الأمور اللي يحتاجوها، وحتى أيضا خلق جو من الصلاة في داخل العائلة. فصار موقف جدا طريف أحكينه. نعم. أنه ما كثرة التعلق بي هونك بداخل القاعة، أحد الأشخاص زوجته كانت حامل، فما جابت ولد، جابت بنت. نعم. فسماها على اسمي، سماها دانييلا. نعم. فهذا الشيء وبحد ذاته قال لي: ما دام ما جاء ولد أنا حسميها دانييلا. دانييلا، الله عملت دانييلا عليك، لأن أنت ما كنت تخلق صورة علينا، كنت تتواصل معنا، تحافظ علينا، تهتم بينا، تزورنا. فهذا دور الكاهن، أنه دائما يكون مع قلب الرعية، قلبه على قلب الرعية.
بعدين صار خبرة حلوة في 5 سنوات 4 سنوات تقريبا وقت عنكاوا، من 2014 ل 2019 5 سنوات عملنا نشاطين هم كبار، قلوب الصلاة اللي هو باسم بادري بيو، ومن ثم كرامة المسن تعنيني عن المسنين. كنا يجون الكنيسة على كنيسة مرتش من المسنين تقريبا بين 150 إلى 200 شخص على نشاطات في داخل الكنيسة، على قداديس، على سفرات، على محاضرات متنوعة. وكنا دائما نجلب أشخاص ينطوهم توجيهات فيما يخص البعد الطبي النفسي، على غير أمور اجتماعية نقدر نساعد بها. نعمل أيضا زيارات، أيضا نشتغل على موضوع الأدوية إذا كانوا يحتاجون أدوية مع المنظمات، بالتنسيق مع المنظمات، وأيضا نوفر لهم الأكل والشرب كان كله أيضا مدعوم في عنكاو. أبونا بعام 2019 نعم صارت عندك خبرة كخدمة في ملبورن أستراليا لمدة فقط 4 أشهر. نعم. شون هم أبنانا في ملبورن أستراليا؟ يزهون بالنصر. سلامنا لهم. أكيد كانت خبرة حلوة لمدة 4 أشهر. الشيء المميز بملبورن أنه كانوا عطشانين إلى كلمة الله. نعم. يحتاجون مثال بالمحبة، بالتواصل، بالتعاون. يحتاجون شخص يعطيهم حب يسوع. ولحد الآن يتواصلون معي من خلال برامج كنا موجودين هونيك معهم. في الزيارات كانوا يهتمون، كنا نعمل أيضا سهرات إنجيلية، بلشنا بالمحاضرات هونيك في داخل ملبورن بالنشاطات والبرامج مع الرعاية. كنت مسؤول على الجوقتين ومسؤول على المنتدى الموجود في داخل الكنيسة بذاك الوقت. الشيء المميز في ملبورن شجعني أعطي أكثر، هذا الموضوع مو سهل، يعني شجعني أنه أنا من أشوف حاجة ما أستسلم أو أتهرب من المسؤولية. نعم. لا أقدم ذاتي أكثر تماما، أنا حتعب لأن هناك بأستراليا موضوع النقل، المصاريف، الأمور المادية ما سهل أنت توفريها أنت هناك، فمع ذلك أنت أقدم ذاتي بكل حب بكل ثقة رغم كل التعب. نعم. فأعطيته هونك محاضرة للمخطوبين، التقيته مع الزوجين، التقيته مع العوائل، مع الشبيبة، مع الجوقات، حتى الجوقة كنت أنا على كنيسة هولي تشايلد كنت أعمل فرمسيون تنشئة للجوقة أيضا، شلون يعيشون روح الخدمة من خلال التسبيح والتهليل. آمين يا ربي. شاركته مع غير كنائس أخرى. نعم. يا بعد الرجوع من ملبورن أستراليا خدمت في بغداد أبونا أم رحت أماكن أخرى أيضاً؟ قبل ما أجي على بغداد صراحة كنت بزمن كورونا كنت بزاخو لمدة سنة وشهرين تقريباً. خبرة حلوة كانت مميزة، كان احتشتوا أنا لأن ابتعاد عن العالم، رعية صغيري، نشاطات قليلة كانت أكورو من أكو، كان تعليم مسيحي، كان أكو أخوية النساء الموجودة، منتدى المرأة موجود هوني كان بس عدد قليل. نعم. بس الشيء المميز اللي استفدت له أنا كرست حالي للقراءة، وأيضا كان الشيء المميز اللي عندي حولت غرفتي إلى استوديو. نعم. تسجيل وبث ونشاطات عن طريق الأشخاص اللي كانوا يعانون من كورونا، ما حد يصلي معهم، نتواصل معهم ونصلي معهم. آمين يا ربي. هذا موضوع جدا حساس كان. حضرتك تقدم محاضرات كثيرة، أيضا تنشوف خلفك كتب كثيرة، فلحد الآن تخصص وقت كل يوم كقراءة وتحضير؟ طبعا تقريبا نقدر نقول الكتب هي أساس الكاهن. نعم. ماكو كتب معناته ضيع، فنحتاج دائما القراءة والمطالعة حتى نكرس حالنا. وأي كتاب طبعا جديد يصدر دار المشرق، دار بيبليا، نحن نحاول نستعين بينه، نستعيره أو نشترينه حتى نوفر كلمة الله في داخلنا ونغذينا وتغذينا. أكيد الكتاب الأساسي هو الكتاب المقدس. آمين. مع شروحاته تعطينا دائما الكلمة الثبات، تعطينا السلام الداخلي وتقوينا على مصاعب الحياة والتجربة.
فمن خلال كلمة الله أكون هناك رسالة من الله في حياتنا، أنا وين من كلمته في حياتي، وكيف أجسدها بمحبة مع الآخر. الآخر اليوم يحتاج كلمة من عندي، ما يحتاج من عندي أحكي قصص. إذا أحكي قصص العجائز وحتعبوا، يحتاج أعمال مليئة بالحب، أعمال مليئة بالسلام. وقت ما أنا أعطينه خبرة حياة عشتوها مع آخر تلمس قلبه أكثر، ما تلمس قلبه أكثر. فهون إحنا دورنا ككهنة نكون فعلا عندنا هاي الرؤية، عندنا هذا النضوج، عندنا هذا الوعي، أشعف أعطي للآخرين. إذن هالأمر هذا يحتاج نور. أقدر أقول كلمة الله هي نور في حياة الكاهن وفي حياة كل إنسان. إذا ما تقدر تقرأها على ضوء نور الله، ما هتقدر تكون فعلا ثابت في دعوتك، في رسالتك، في هدفك اللي هو توصل يسوع إلى كل قلب محطم. اليوم شبابنا وصبايانا وعوائلنا كثير قلوبهم محطمة، بعيدين عن النور، ودور الكاهن أنه يشعل هذا النور. من وين يشعله؟ يعني عن طريق كلمة الله؟ هذا دوره. أكيد. أبونا دانيال صباخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، تعرفنا على شخصك، هالخدمة وهالروحانية، هالتواضع الجميل، هالوداعة. خدمة مباركة، سلامنا لجميع أبنائنا في بغداد. متابعينا، نشكر حسن تواصلكم معنا. نعمة الرب يسوع مع الجميع. كونوا معنا وحلقة أخرى مميزة.